اهلا بحضراتكم جديد. ما تخافش على الاهلي اذا ما بقي الحب هو الرابط بين كل المنتسبين للاهلي وهذا النادي العظيم بكل هذه التضحيات الكبيره. انتوا شفتوا قفشه قدم النموذج قبل ما يجي للنادي الاهلي ودفع ثمن لون الفانيلا عشان يتغرم ويقول لك اعمل ايه تاني. على فكره اكرم توفيق يمكن واحد من الناس اللي اتعور مرتين وفي كل مرة الحياة بيرجع أقوى. كشف عن حاجة في حوار له مع الزميل إبراهيم فايق عن حاجة تاني مع مستر مارسيل كولر عشان تشوفوا الراجل بيهيئ اللعيبة وبيجهزهم نفسيا ومعنويا للمباريات إزاي. أكرم بعيدا عن كل تعبيراته عن حبه للنادي الأهلي وارتباطه بالنادي الأهلي، لا، كشف لنا كولر عمل إيه قبل ماتش اتحاد جدة في كأس العالم. نسمعه. كأس العالم للأندية، وده ملف من الملفات المهمة مع كولر هذه النسخة الأخيرة، كان الكلام كتير قوي اتحاد جدة والأهلي وهيعمل إيه قدام اتحاد جدة. كنتوا شايفين أنتوا الموضوع ده إزاي من وجهة نظرك؟ كنتوا سامعين ولا مش سامعين؟ اه كنتوا سامعين. مفيش واحد عنده او قاعد عن الانستجرام او السوشيال ميديا في العموم. هل الكلام اللي كان بيتقال على الاهلي انه اتحاد جده هيروح يكسب في المحاضره اتعرض لنا الحاجات دي؟ بتكلم جد؟ قبل الماتش بساعتين. قبل الماتش بساعتين لا مستر كولر عمل كده، عمل ورانا والناس بتقول ان احنا نكسب الاهلي وان احنا حتى في عظيم. واحده برضو من ضمن الحاجات واحد بيقول لمراسل تقريبا بيقول له لو الاهلي كسب الاتحاد انا هديك 10,000 ريال. ايوه هو رجع في الاخر قال لك انا اهلاوي. ايوه حصل فعلا. ايوه عرض لكم كل ده؟ شفت في محاضره كلنا دي محاضره نفسيه بحته. بالظبط. خلصنا المحاضره كل واحد كان مركز. استفزك واستفز الحته بتاعت الاهلي. بالظبط. هو الماتشات الكبيره مبدئيا حتى مثلا لو هتيجي تقول ان الاهلي مش في احسن حالاته، لا تمام، لا. الماتشات الكبيره يا جماعه الاهلي بيبقى وحش باي حد يلعب، باي حد يلعب. لان الماتشات الكبيره دي كان مروان عطيه قبليها كان بيتكلم معايا في موضوع زي كده. قلت له اقول لك على حاجه، انا كاهو لسه راجع من رباط صليبي، انا نفسي العب. الماتشات دي هي اللي بتصنع اللعيب، هي دي اللي الاهلي بيحبك عشانها. صحيح. مش الماتشات التانية. طول ما انت في الماتشات الكبيره الاهلي بيحبك عشانها. هو ما بيثقوا فيك ليه؟ جمهور الاهلي بيثق فيك ليه؟ عشان الماتشات الكبيره. عشان الماتشات الكبيره. مش بنخاف، احنا ما بنخافش. ما بتخافوش؟ والله ما بنخاف. حتى واحنا وحشين ما بنخافش. والله العظيم حتى لو احنا وحشين ما بنخافش. فيش ماتش كده قلتوا لا احنا خايفين يعني؟ لا، حتى سان داونز اللي الناس كلها بتقول ان سان داونز بيكسب الاهلي ايوه، لا ما بنخافش من سان داونز. كابتن سيد عبد الحفيظ كان طلع في مره قال لك ايه؟ قال لك هم كسبونا اللي هي الخمستين. ايوه تمام. ايوه هم في الاخر خدوا البطوله؟ لا، فاحنا اللي خدناها. ماشي. شوف استاذ ابراهيم، احسن خدمه يعملها لك المنافس انه يتعالى عليك قبل الماتش. قبل الماتش طبعا. والكلام بقى والكلام الفوقي ده، واخد بال حضرتك؟ وانا قلت لك قبل الماتش الاتحاد، لما انا كنت في الاستوديو في القناه اللي السعوديه وجنبي نقاد افاضل فيهم اهلاويه على فكره، لكن كلامهم لازم يدعموا الاتحاد. الاتحاد، فكان الكلام كله اتحاد الاتحاد الاتحاد، وبعدين من باب المجاملة انت شايف الفرص الاهلي ازاي؟ قلت له لازم نكون واقعيين، الاتحاد فيه اسماء مرعبة، لكن انا دايما انظر الى الاهلي مقارنة بالاهلي. الاهلي فيه اسم مرعب. اذا الاهلي اللي انا عارفه حضر هذه المباراة هيطمئني، بس مش اكتر من كده. مش عايزين، لان دي بتبقى احسن خدمة دافع للعيب تحفيز زي ما عمل كولر كده. شوفوا بيقول عليكم ايه، لم كل الكلام. شوفوا الجماهير اللي الجمهور بتقول، واحد بيقول ادفع 10,000 ريال لو الاهلي كسب. لو الاهلي كسب ده مشجع. فالناس كلها شايفاكوا في هذا الحجم. انتوا هتعملوا ايه؟ ايوه بس في احلى من كده يا حافظ؟
فدايما انا حتى فاكر لما نكون احنا جايين نلعب ماتش مع نادي مهم اقول لك انا بخاف قوي من نبره الثقه، مش الثقه او الاستهتار، التعالي. الكلام اللي فيه تعالي. خلينا في اطار رياضه عشان انا بدي دوافع للي قدامي، اديها له متبرعا ليه. ده كلام مهم جدا.